شوف شرفت ونورت يابا. اتفضل حبيبي يا معلم. مش قادر اصدق اللي انا لسه شايفه ده. انت ولا كانك طالع من كتاب حواديت. لا ما تكبرش الام. ما تكبرش ايه بس؟ انت طلعت عفريت. اه والله. طمني عملت ايه مع عزيز الطارق؟ طمنك على ايه؟ الخطه ظبطت ولا كان رشاشها في التوكيل. طردتك اول ما قلت لها ما حلتكش حاجه؟ لا. امال ايه؟ اول ما قلت لها والنبي رجعوا لي الحاجات عشان ارجع اقف على رجلي. الله يحفظك يا سيدي. اه والله. بس الغريبه ان انا كنت فاكرها بتحبني. ويا البت كانت حلوه بصراحه. اصل بيني وبينك انا احب البنات قوي. بس اللي كان بيمنعني يعني ان اخد خطوه في المواضيع دي موضوع ابويا. اه مين هيعرف ان انا ماليش زفت اب اللي متسمي في البطاقه على اسم جد ابو امي ويرضى ان يسيبني؟ مفيش. ايه اللي انت بتقوله ده يا معلم سيف؟ اللي قايم الراجل انه يطلع من فعله هو، تصرفه هو. غلطان اللي قايم راجل من فعل الدنيا فيه. اللي يقيمك بفعل الدنيا فيك ولا يشغلك تحطه تحت جزمتك. خليك فاكر كلامه. انت هتنسب سفير او وزير. اه. ولا مش يفتخر بيك ويتباهى ويقول للدنيا كلها ده عريس بنتي. احكي لي ما قالت لك يا عزيزه الطارق لما قلت لها رجعي لي الحاجه. اول ما قلت لها عايز الحاجه قالت لي حاجات مين يا ابو حاجات؟ اه والله. الله يحفظك. سيبك من شغلتك دي تشحيم وزيت وقرف. تعالى اشتغل معانا شغلانه نظيفه وتكسب اكتر. لا لا والنبي خلينا حبايب وصحاب احسن. هما حاجتين لو دخلوا بين الصحاب يبوظوها، الشغل والنسوان. عندك العيب. ها؟ احنا نروح في خبرتك فين؟ الشغل والنسوان ما يدخلوش بين الصحاب. صح. انا اول مره اسمعها بس صح. تسمع مني الجديد. ماشي يا معلم سيف، منك نستفيد. انت كده ليه؟ حاجة مين يا ابو حاجات؟ ايوه هي بتعمل كده. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.